دكتور غسان أبو ستة والاقتصادي يانيس فاروفاكس ممنوعين من دخول ألمانيا بسبب محاولتهم المشاركة بمؤتمر فلسطين يلي منعته كمان السلطات الألمانية. I was stopped at the passport office. I was then escorted down to the basement of the airport where I was questioned for around 3.5 hours. I've been banned from entering Germany. And indeed, if that were not enough, I've been banned from talking to you via Zoom or indeed through a video message like this because of a speech that I published yesterday on my blog calling for universal human rights in Israel-Palestine. باركت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فايزر اقتحام الشرطة الألمانية لمؤتمر فلسطين يوم الجمعة وأكدت على مراقبة المشهد الإسلامي بألمانيا. أكثر من 900 شرطة ألمانية شاركوا بقمع مؤتمر فلسطين. تقلت الشرطة 3 ناشطين، 2 منهم يهود. اقتحمت المبنى اللي كان فيه المؤتمر وقطعت عنه الكهرباء، أجبرت المشاركين على إخلاء المبنى ومنعتهم من التصوير. قبل تخريب المؤتمر بأيام اقتحمت الشرطة بيوت المنظمين وجمدت السلطات حساب بنك منظمة الصوت اليهودي يلي كانت عم تجمع التبرعات للمؤتمر. اضطرت قاعتين بالتراجع عن استضافة المؤتمر بسبب تهديدات الشرطة وتحريض الإعلام الألماني. المؤتمر يلي كان مفترض ينعقد بين 12 و14 نيسان هو من تنظيم ومشاركة مجموعات وشخصيات فلسطينية ويهودية وألمانية لمناقشة الإبادة بغزة وجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بهدف مساءلة إسرائيل وألمانيا. ألمانيا هي تاني أهم مورد أسلحة لإبادة غزة بعد أمريكا. انتقل التواطؤ الألماني من بس تصدير السلاح لإسكات أي صوت داعم لفلسطين حتى لو كان يهودي تحت شعار مكافحة معاداة السامية. How accomplices in a crime behave. Accomplices in a crime try to hide the evidence and silence the witnesses.